امين وصلاة وسلاما على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الانسان في الدنيا تعتريه احوال اربعة، لا ليست خمسة، نعم اربعة، اما نعمة او بلية او طاعة او معصية. في حالات الانسان نعمة او بلية او طاعة او معصية. في النعمة وجب الشكر، طيب، وفي البلية وجب الصبر، صحيح، وفي الطاعة وجبت الزيادة، وفي المعصية وجبت التوبة. ولذلك قال علماؤنا: أعطاك فأشهدك قربه، نعم، ومنعك فأشهدك قهره. قهره، وهو في عطائه وقهره متعرف إليه، لأن العبد يربى على موائد الكريم سبحانه. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ربي، مش إلهي، ربي يا من ربيتني، صحيح، ربي سيدنا الربوبي موسى، الربوبية ربي. فالإنسان يا دنيا اشتدي على أصفيائي حتى يزدادوا شوقا إلى لقائي. الله، إني أسمع حاجة العبد فأؤخرها له لأني أحب أن أسمع صوته، يعني لا والله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم يسأله العبد: وإن رأيت الابتلاء قادما فقل مرحبا بشعار الصالحين، واشكر الله عز وجل. لأن الإنسان وجب أن يشكر الله في النعماء وفي الضراء، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، لأنني عبد لله، والله عز وجل يعطيني ليمتحنني ويمنعني أيضا ليمتحنني. كما قال العلماء: إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين عطاء. أن بس تفهم لماذا منعت. لو لم يمنع، أو لو لم تزرع شجرة الحقد في قلب أو في قلوب إخوة يوسف، لما أدار يوسف بعد 40 سنة الأزمة العالمية في المجاعة التي حاقت بمن الدول المحيطة بمصر، لأن شجرة حقد صغيرة نبتت فكان الفرج للدول كلها بهذه الشجرة الصغيرة. بس يعني المناط كله كيف يتحمل الإنسان هذه الابتلاءات في وقت واحد؟ مثلا سيدنا موسى مثلا يعني تعرض لابتلاءات فرعون، هو من هو يعني وصف القرآن ببطشه وجبروته وشدته، انه طغى تمام، ويكفي هذا الحكم من قبل رب العالمين. كيف يتحمله سيدنا موسى؟ اولا لكليم الله رصيد من ايمان عندما تنزل هذه الابتلاءات عليه التي تخر لها الجبال هدا، انها تأتيه فتمر مر النسيم، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقويه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، فلما شرح صدره ويسر امره خلاص. ماذا تظن بمن معه رب العباد عز وجل؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فاستعينوا بالله واصبروا ان الارض يورثها لله. اذا القضية ليست بقضية يعني مش الابتلاءات، لان الله يبغض عبده، لا، انه يحب عبده المؤمن، إما تكفير سيئات أو رفع درجات، وهذا كله خير للعبد. صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن، أيوة، إن أمره كله إلا خير. تمام، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ثم ولا يكون هذا إلا لمؤمن. أما لغير مؤمن قالوا: يا رسول الله، الكافر يبتلى ويمرض. قال: يمرض ويشفى كما تمرض وتشفى البهائم. جاموسة مرضت، ها، عزك الله، وشفيت، ها، هل لها ثواب؟ لا، بس خلاص هكذا. لا إله إلا الله، يعني نفرح بهذه الابتلاءات. بالعكس، يعني دليل على أن الله سبحانه، لأن فيه ناس يجب أن تكون مرتبطة برب العباد عز وجل. الابتلاء فيه مأخذين أو نقطتان لا يأخذ، يعني دائما العبد ما ينتبه. أول شيء ان ده عبارة عن صلة قوية بين العبد وبين ربه. ليه؟ ولدك مريض، يا رب شفي، يا رب شفي، شفاه الله، يعمل ايه؟ الحمد لله. وبعدين الحمد لله. لا، لن تدعو بعد ذلك، لكن لو طال مرضه سنظل ندعو. الله يريد ان تكون موصولا به. يبقى اذا الابتلاء لوصلك بالله. لا يعير احدنا الاخر على ابتلاء الم به او خطب الم بصحته. هذه الخيبة، لكن الأنبياء فضيلتكم يعني ربما كنا نفهم أن لهم
حظوا عند الله سبحانه وتعالى، لهم مكانة كما قال سيدنا محمد: والله يعصمك من الناس. لكن الناس آذت، ولأن لهم هذه الحظوة الكبيرة فكانت ابتلاءهم أشد. هم ابتلوا، هو ابتلوا على أكبر درجات الابتلاء وأطحب درجات الإيمان. تمام، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة كان الابتلاء قويا شديدا، وإن كان الإيمان ضعيفا كان الابتلاء رقيقا. طبعا إذا لم نبتلى نغضب، المفروض إذا مرت عليك أيام ولم تبتلى راجع حساباتك مع الله عز وجل. يلا طبعا يعني إذا لم تبتلى بالناس أو بالهم أو بالغم أو بالمرض أو بضيق ذات العيش أو بكيد الآخرين أو إلى آخره، فاعلم أن هذا بعد أو حاجز بينك وبين رب العباد عز وجل.